أبانا الذي في السماوات Nobion so kirie. Os komen se mutafon vo amin. Ireni pasi. Et omnev mati so. أيها السيد الرب يسوع المسيح كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامي المخلص المحي الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وقال اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت من أمسكتموه عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدي من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا ويحلوا أربطوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي. نحن المنحنون برؤوسنا من مجدك المقدس وارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد فعلنا شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بصغر النفس. أنت كصالح ومحب للبشر اللهم نملنا بغفران خطايانا باركنا وقدسنا وطهرنا واملأنا من خوفك. أمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. لا 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 ما خلص لا ما خلص. احنا مش ماشيين عشان نقول امين للي احنا هنكمل سهر. ربنا يعطينا سهره جميله كده وقد ايه فرحان اكون معاكم كده زي كل سنه وربنا يجعل الكنيسه في ملء النشاط والمحبه والازدهار الروحي. نبتدي بنعمه ربنا سهر. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر يا أبانا. تنسين وابشويني شير انت بيويني انت نهوس ابشوي سنتيني قوم اوبو سنت خيام الله ابسون انت ننفسي شي. عندما نقف امامك جسديا نزع نقل نوم الغفلة. اعطينا يا رب يقظة لكي نفهم أن نقف أمامك وقت الصلاة. نرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا كثيرة المجد لك يا محب البشر.
أبارك الرب يا عبيد الرب المجدود يا محب البشر القائم في بيت الرب في ديار بيت إله المجدولات يا محب البشر في الليالي ارفعوا أيديكم إلى فوق أيها القديسون وبارك الرب المجد لك يا محب البشر باركك الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض المجد لك يا محب البشر فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني المجد لك يا محب البشر يدخل ابتهالي طافيت شفتاي التسبيح إذا ما علمتني حقوقك المجد لك يا محب البشر لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك هي حق المجد لك يا محب البشر لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك المجد لك يا محب البشر اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي المجد لك يا محب البشر تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني المجد لك يا محب البشر قلت مثل خروف في الطال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد لك يا محب البشر زوك سابتريكيوك أجيو بنفماتي زوك صاصي في لانس روبي المجد للأب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأبدين كلها آمين المجد لك يا محب البشر المجد لك يا محب البشر الصالح المجد لأمك العذراء وجميع قديسيك المجد لك يا محب البشر المجد لك أيها الوحيد أيها الثالوث القدوس ارحمنا المجد لك يا محب البشر يرحم الله وليتبدد جميع أعدائه ويرى من قدام وجيه كل مبغض اسم القدوس المجد لك يا محب البشر وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعهم إرادتك يا رب افتح شفتاك وانطق فمي بتسبيحك الهوس هوسب شويس خنوس سنفيري هوسب شويس بقاي تيرف هوسب شويس اسمو ابفران هيش انو فيم بفقو جاينهو صاجم بفقو خني اسنوس نمني في شفيري خني لا استيرو جي ونشتي بيب شويس اوف ازماروت اماشو اف اوينوتي جنينوتي تيرو هللويا وبارك الرب في كل حين وفي كل أوان تسبحته موجودة في فمي بالرب تفتخر نفسي ليسمع أهل الدعاء ويفرحون عظموا الرب معان هللويا أيها الجالس على الشاروبيم اظهر أمام إفرايم وبنيامين ومنسة انهض قوتك والم لخلاصنا اللهم ارددنا ولينر وجهك علينا
فلا خلوص. طأطأ سماء ونزل والضباب تحت رجليه وركب على الشرذبيم وطار طار على أجنحة الرياح وجعل الظلم له حجابا تحوط به مظلة تهو. أجنحة حمامة مغشاة بحلي الفضة من كباها بصفرة الذهب وعندما يرسم السماوي عليا ممالك فيبيضون مثل الثلج في سلمون. هللويا. جبل الله الجبل الدسم الجبل المتمجد المتجمد الجبل الدسم ما بالكم تظنون جبالا مجبنة الجبل الذي سر الله أن يسكن فيه فإن الرب يسكن فيه إلى الانقضاء. هللويا. قامت الملكة عن يمينك مشتملة بلباس موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. هللويا. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك وانسي شعبك وكل بيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك. تسجد له بنات سور يتلقون وجهك بالهدايا أغنياء شعوب الأرض. هللويا. كل مجد ابنات الملك من داخل مشتملة بأذيال موشاة بالذهب مزينة بأشكال كثيرة يدخلنا إلى الملك أعذارا خلفه يدخلنا صاحباتها جميعا يدخلنا بالفرح والتهليل يدخلنا إلى هيكل الملك. هللويا. عظيم هو الرب ومبارك جدا في مدينة إلهنا على جبله المقدس تتسع كل الأرض بالتهليل جبال صيون جوانب الشمال مدينة الملك العظيم. هللويا. أساسات في الجبال المقدسة الرب أحب أبواب صيون أفضل من جميع مساكن يعقوب أعمال كريمة قيلت من أجلك يا مدينة الله. هللويا. الأم صهيون تقول إن إنسانا وإنسانا حل فيها وهو العلي الذي أسسها إلى الآب. هللويا. ملاك الرب يحوط بكل خائفيه وينجيهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه. الذي خلق ملائكة أرواحا وخدام نارا تتاكد. هللويا. الذي جعل مسالكه على السحاب الماشي على أجنحة الرياح. باركوا الرب يا جميع ملائكته الأشداء في قوتهم الصانعين قوله
سبحوه يا جميع جنوده خدامه الصانعين إرادته. باركوا الرب من السماوات باركوه في الأعالي. هللويا. أمام الملائكة أرتل لك وسجد نحو هيكلك المقدس. هللويا. السماوات تنطق بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يوما يقول كلاما ليوم وليلا يظهر علما لليل. ليس من قول ولا من كلام. هللويا. الذين لم يسمع لهم صوت خرجت أصواتهم على الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. هللويا. الرب يعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة وملك القوات هو الحبيب. اعترفوا للرب وادعوا باسمي وبشروا بأعمالي في الأمم أخبروا بجميع عجائبه. افتخروا باسمه القدوس. كريم أمامه رب موت أصفياء يا رب. أنا عبدك وابن أمتك حللت وثاقي فلك أذبح ذبيحة التسبيح وأوفي للرب نذوري في ديار بيت إلهنا قدام جميع الشعب في وسط أورشليم. عجيب الرب الإله في قدسي إله إسرائيل. هو يعطي قوة وعزاء لشعبه. الصدقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بسرور مبارك الرب الإله. هللويا. تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار بحدثتك وبهائك امتد وصر واملو. هللويا. تطأ الأفعى وملك الحيات وتكسر الأسد والتنين لأنه إياي ترجى فأخلصه وأسطره لأنه قد عرف اسمي. خلاص الأبرار من عند الرب وهو ناصرهم في زمن الشدائد. الرب يعينهم وينجيهم وينقذهم من الخطاة لأنهم توكلوا عليه. فليفرح الأبرار بالفرح والصديقون صرخوا إلى الرب فسمع لهم ونجاهم من جميع شدائدهم. قريب الرب من مستقيم القلوب والمتواضع الأرواح يخلصهم. كثيرة هي أحزان الصديقين والرب يخلصهم من جميعها. الرب يحفظ جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. هللويا. نور أشرق للصديقين وفرح لمستقيم القلوب. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه. هللويا.
البعض يزهو مثل النخلة ويكثر مثل أرز لبنان، المغرسون في بيت الرب يظهرون في ديار بيت إلهنا. هللويا. فم البار يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم ناموس، الله كائن في قلبي وخطواتي لا تزيل. هللويا. قديسوك يباركونك وينطقون بمجد ملكوتك، يصنع إرادة خائفي ويسمع تضرعهم ويخلصهم، الرب يحفظ كل محبي. افرحوا بالرب وتهللوا أيها الأبرار، افتخروا يا جميع مستقيمي القلوب، فلهذا يصلي لك كل الأبرار في زمان مستقيم. هللويا. فلتسبق وتدركنا سريعا رأفتك، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب تخلصنا وتغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. هللويا. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف، ينظر المستقيمون ويفرحون. هللويا. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صداك. هللويا. الله يترافع علينا ويباركنا ويشرق وجهه علينا ويرحمنا. هللويا. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الأبد. نمبي صافي وانت فقاري، ان يو انسيكاتي اني ناي انت بشويس. هللويا. اسمو ايروي اسمو ايروي استيمي تانيا كن يفول نايوتي نمنا اسنيو اشليل اهري ايجوي خنقو اغابي تيتي ويروتين قريبا ميفي فاتريك ايوك اديوب نموك انيك ايك استوس ايون استون ايون امين اجي يوسوس يوسا اجي يوسا يشيروسا اجي يوسا ثاناتوس امي اللي لو يا قدوس الله قدوس قدوس القدوس قدوس قدوس الحي لا امي اللي لو يا ميخائيل وغبرييل رفائيل وريال يتلون تسا
وأقوى الأهلي لويا تسبح شهر بما وأيضا في مقائلين به عظيم هللويا ولا أربع حيوانات من تحت العرش بثبات يتلون كل الأوقات أمين هللويا إلى أول شبه أسد ما نظر خرج فدوي أعين بعدد هللويا الرابع شبه إنسان يسأل عنه فرنا أمام الله ديان هللويا ما نظر بالنور ما في يسبحون فيه في ويباركون الجالس على في هللويا فتسبح أفلاك الذين سلك أفلاك من فجاء سماوات هللويا ساطانا يلقى ثار شيطانان بالاستك لما بات ذات ذكار هللويا الليلو يا تمجد لإله عظيم مجد ويا تذكر عظيم مزيد أمين الليلو يا الليلو يا تنذير وقائلها يا فيا قل ألف بفي أمين الليلو يا الليلو يا تذكر لإله عظيم سطر يا جبل تذكر الليلو يا الليلو يا
تارتي لوي تسبحوي للواه يا أفضل قيل أمينة. سبحان خلق من الماء نارا وأرضا فما وجدها من عدم هللويا. سبحان رب غير رؤوف رحيم على كل فعل سطور هللويا. داود بهتنا با وبفضل أنا بأ بأقوى تتلا لا أم هللويا. بأقوى كتاب مزامير المية واحد والخمس مضمور وفي آخر كل مضمور أم هللويا. حدا ود لبر مريم سيد كر على العشرة فارأم هللويا. بالأرغن والفار والسنجمة أفكر والدون في معمد مارأمين هللويا. وسمى هاصي وقال سو يكون إلى روح مجنون أمينة دويا. وسمى بالجم إلى ملك المتملى بالنور والحر لا أمين هللويا. إن الرب يناك ومن لقي يحفي ما يكفي ويحفي أمين هللويا. يا رب إليكنا احفظ البابا انبطى ودروس إلى أم بطريركا وإقبال أم هللويا. يا رب الأرض
بمد ها أن هليل ونعظم أغفر خطايا ما ذلل وبرحمتك لو أن هليل يا لساني سقيتك بكلام ما يفهم بمراد من هو يعلم أمين الليل من الليل يا كريا ليسون يا فوس جاي موسيس نمنا نشيرن بإسرائيل إي طيوث إنت إبشويس وأفقوس إسروقوس جاي مارن هوس إبشويس جاي خن أو غرافيت شيو باي بي بنوتي تيناتيو نافف نوتي امبايوت تينات شات شايس بيتخون خيم هني بوصف شايس بيبي برنم اتشو خصم بي براهون امتب كونترس عبر بورو ايب يوم هنصوت بن انا فاتيس اين ترستاتيس افقل كوخين في يوم شاري اخوص اهري ايبو او انجيب مهو اخوص اهري يمينك يا رب تمجدت بالقوة يديك يمنى يا إلهي أهلكت أعداءك أحبت الذين أرسلت غضبك فأكلهم مثل الهاشيم وبرو غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل الصور وجمودات الأمواج في وسط البحر العدو إني أسرع فأدرك وأقسم الغنائم وأرصص في مياه كثيرة يشبهك في الآلهة يا من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب مددت يمينك فابتلعته من الأرض هديت شعبك بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قدسة نعت الأمم وغضبات والمخاض أخذ سكان فلسطين إن زين أسرى أولاة أدوم ورؤساء المؤابين أخذته من رعدة هذا كل سكان كنعان وأتت عليه من رعدة والخوف بكسرات ساعدك فليصير كالحجر حتى يكتاز شعبك يا رب حتى يكتاز شعبك هذا الذي اقتنيته ادخلهم واغرسهم على جبل ميراثك في مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا رب موضعك المقدس يا رب الذي أعددت يداك يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد لأنه قد دخل إلى البحر فإلى فرعون ومركبات وفرسان والرب غمرهم بماء البحر أما بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر أخذ مريم النبية أختارون الدف بيديها وخرج في إثرها جميع النسوة بالضفوف والتسابيح وبدأت مريم في مقدمتهن فلنسبح رب لأنه بالمجد قام
تماشى الفرس وركب الفرس ترحما في البحر فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد قال الرب الموسى كل شعب
هو يرحل هدرو بالبحر بلا انفتح في مدى خلف جم سابي ضرب البحر بسرعة فانفتح في ضرب وطاري متسعة انشق البحر بسرعة عبروا جملة سوية وصاروا في مشي على الأرض السفلية وعمود النار دليل لطاري يدل بهم قدام آل إسرائيل وبالنور شامل داسوا الباج وصخور في وسط قائد كمثل السور العالي ده خلف وتجاسر بخيول في إسري ومعه كل جنوب بعبي قاطره أتاهم عمود الغمام وحكى الزين الصافل فبقى فرعون في ظلام وعبيده محموسين بال المصريون نحن نرى منهم قدام إسرائيل الرب يحارب عنهم يا للرب موسى اضرب البحر رد فضرب البحر بلا رجع الى اصله فانقلبت بكرات وغطس في وسط المياه وعبيد انطم وعمتهم الظلمه غرقت الشمس تلك حاح غرق ذاك الجبار واسرائيل في شجاعة عدل وصار جاذو البحر بسرور ماشيين على الباج وطاروا كمثل ونزلوا على أعلى الطول الخيل وركان خيل طرح في البحر الأحمر وخلص إسراء من لا والعار هذا هو إله ومجد اسمه ده هذا هو إله أبا فكل عظائم غطته بالمياه وغطسوا في الأرض كمثل حجر ورا والبحر ليهم ضط يمينك يا تمجد بقوة يمينك يا أهلك كل أعداها قال العدو أسرع وأدرك وقسم كل هم وأشبع نفسي وسي ويد تملك دائما أرسلت روحك غط في
في بحر ملوشقة في أسفل قعر رسخوا كر في مياه غيظان الأمم سمعوا غضبوا وأخذهم طلقة وأهل فلسطين نهارة وشمل حزن جسيم فانصرعت رؤساء وجلجموا أبواب فزعت كل لما سمعوا الأخبار ادخلهم جبل ميرا فجوة غرسهم في زاكي في مسكن ومحلك الذي عددت للملك الأكوى والعرض والسلطان داخل ضدك بلا والفرسان أخذت مريم أخت هارون الدف بأيديها والنسوة معها بطبول حواليها فبدأت مريم النبي غني قدام وتقول والنسوة صنوش وطبول بالقطع انقطع ماء البحر والعمى صارت مد وموسى فيها خطر والعد سقط فيما أرضي غير من شرقت الشمس عد وطريقا مصر هف مشيهيوي كان موسى يسبح دم وطلعوا من المي إلى حين وصلوا هي إبشا قال الرب لموسى مد عصاك على البحر فينشق نصفين ليدخل بنو إسرائيل في وسط البحر مثل اليابس وليعلم أهل مصر إني أنا الرب وليس أحد غيري فمد موسى يده على البحر وضربه كما قال الرب فانشق البحر والمياه جمدت وعبر بنو إسرائيل البحر فتبعهم المصريون وفرعون الملك وكل مركباته وخيوله فرجع الماء وغطس المصريون وخيول فرعون والراكبون عليها وغرق الجميع في وسط البحر ولم يبق منهم أحد وكان بنو إسرائيل يمشون على اليابس في وسط البحر وكان الماء لهم مثل السور عن يمينهم ويسارهم فلما رأى إسرائيل هذه الأعجوبة العظيمة وأن المصريون ماتوا في البحر خاف الرب جميع الشعب
وآمن بالله وبعبده موسى، حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة، وقالوا وقال ليقول من فم واحد: فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. بطلبات موسى رئيس الأنبياء: يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب. نور تجلى له مجدا لشعبك إسرائيل. غرس ولا ساقي هي مثال لك يا من ولا في المسيح إلهك.
غير ذاهب شعر وأنت عذراء من أجلها ذا كل واحد يعظمك يا سيدة والدة الإله القديسة كل حين. فنحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. تيموتيروثيك اوسوس يث اواب ماريا جتيموس نوتينسكين انتاني اث اواب تيغولم بيتو بوس اخون نم صابوت اسكين انكاس اروس منشو بنذيك اوز إذ بيبايتني تشيسي أمو أكسي يسخن هانم نولو أم بروفاتي كون يا أخصاج الفكرة قوية بتاعيو طيباكي أسهوا بنت منشتن أورو تنتي هو تنتو بسرن شاشني ابناي هي تن برس بيا تطفن بماي رومي دعيتي أم الله يا ابنة يوقي إم وصرتك على سماء وفق الكارو ظهر منك ينبع الأحى وأبرأ كل سقم ورد الخارو وهدم فخل أركون يا جسد داب غالي والإيمان مخفافي يا هيك هرى أحب الله وسكن فيه ومن يؤمن به من بعد الموت يحيي يا مسبح فحمي يا يكن وحجاب مسكن ثالوث يا كرس الله أب رب الصبا بك يا مريا خذنا بنعيم الملك طوباك يا مريا اتصون انت سولومون ما يوحى عبديك حاقر وزليل ومهي هنا وبلدي بالقرية تدعى فد من نرجل خلاص من ابنك كوني لنا عون لكي جمعنا مع كفة الجثين السلام لك يا
السلام لك يا ماريا يا مملوء نعمة يا مكتملة بالأنوار يا أم الرحمة ادفعي فينا في يوم الزحمة بابنك نطفالة يا ابن فيوس السلام لك يا ماريا يا مملوءة نعمة مكتملة بالأنوار يا أم الرحمة ادفعي فينا في يوم الزحمة بابنك نل خلاص سبع مرات كل يوم من كل قلبي أبارك اسمك يا رب الكون ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك الدو وإله الآلهة يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلاصنا متجسدا وتجسد من الروح القدس ومن مر العروس الطاهرة فلنسجد له ونرتي لأمه مر إلى حمام الحسناء السلام لك يا مريم خلاص أبناء السلام لك يا مريم من ملجأ السلام لك يا مريم تالي الحق السلام لك يا مريم فرح الأجياد السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام لك يا مريم الإكليل الغير المحل السلام لك يا خلاص إسحاق القيم السلام لك يا مريم يا أم القدوس السلام لك يا مريم كراسة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا كرامة صامو السلام لك يا فخر إسرائيل السلام لك يا مريم يا صديقة سولي السلام لك يا مريم رفعات الصدقين السلام لك يا مريم خلاص إشعي السلام لك يا أمشي إرميا Yeah.
السلام لك يا مريم والدة لي، السلام لك يا أم يسوع في السلام لك يا ملح ما ملحت، السلام لك يا مريم أم ابن الله. مرتفع أنت بلحاقي أكثر من عصارة الممتل، نعم ما هي الأحفاء إلا لأنها ميسة بات ريهتها أسألك يا والدة لي اجعل أبوابك مفتوحة للمؤمنين، فنألها أن تطلب عند حبيبي يا ميمريم يا ست الكار قد نل تعظيم من نور الأنوار، وهبتي تعظيم من عنده قد صار وحمل خالي منزل يحتار. من المانوتي يا أم ما وأنت في مملو أنا ولي لا أثرتي حجاب للكلمة وحطى فيك أربعة تهيم أنت هي النعمة أنت الحصن الحصين أنت كنز الرحمة يا ابن المساكين بك زالت النقمة يا قدس لجدي وشفعت في زحمة يا من رحيم يا زين الأبكار يا قدس الأحبار يا طهر الأطهار يا نور الأنوار يا كنز النعمة يا أم الرحمة أنت يا الكرم المن أثمار أنت
ابنك خلص دام المخطئ نديم وعتق لام من للا أدرى ربك من ثغريك لما رأى تهريق ذكري في كل أقطار إن غير المحسوس أرى خدو منك آت ودعي ونظرته لأبصار مسرى العهد وإن في تتا وأحصن تتا وهاجم رته النار في شيء قد قيل عن هذا ويتالد عما نؤي الملك جبر فحقي لرأى دخل في رب الأرض وختم الباب هبع يا المقدار نظرت فوق الأركان شبه ابن الإنسان وله سلطان على كل الأرض وهو رب القوة ومن حق تغمى تقول وربوى من عظم ووجاي إلى وطر الأول قول مبجى والعذراء تحبى بالملك الجبار في الفطر التالي داود في التالي يرتب بالألحاء مع ضرب الطاول ولقى خبا دي حمامة يا تظهر هارب الزابل على من كابي ثار وفادي سجل فيه خفل ما أخفيه لكن وأشهر إشهار Thank you.
التاسع جلعنا يظهر حقا فوايبنا والبكورية في حفظ ووقار الوطر العاش لا يلقى في ظاهر مس فان هو قدرك لا تترك عب قصدي من نيك عتق النيك لأنك خير من يش والدعاء يقبل ويسمع ويعد يدفع ضربات يا قوم وناديا كيف والبصوف فين ويقول آمين فيتش في الحوض ويطفي من مد مدح كل مال قوم وناديا فين والبيت فين وقل آمين فيتشفع في الحوض ونظم المد لما دحق كل حين ما يا ابنة داود كمي كان قديم جاء باش بورود ابنك في العالم كمي كان موجود في حبك كما أمثل كما ونبو موصو في يا باب مقفول را حزقيال في المشرق مول بالنور متعال جل عدرا وبد في عقب لك ستضع من خط لو ربا وأولو فيه حق الأنبار رائحة طيب فاح سيدنا دبار وحملت بأفراح وولا وظهار نجم في الإصباح ووضع مذود بخرا ملفوف يا خشبا سويس وجبلت البشرى وحملت الجود وانت هي حضرة ورجعنا لفيه ببنك دو أخرى وبكت ما أنينا من بعد خوفي أو يس
يا زهرة طلعتي يا بطاق بلها يا مدينة والرب داخلها مركة بالي لابني والنشام هذا ابنك هو وابل متحدي يا سلة فوراه إلى أبي يعقوب من فو موضوع روحا مرهوب قال ربي يسوع في العرام حجوب متحننا راحي ورؤوفي يا دي يا وباء يا قهر منون داود أنباء في مطمر بفنون إله آلهة يظهر فيون وقد أكمل ما من أجل بوصفيات نيا صرت أمل دوس أمدح عيني بنظام ما أظهر إشعياء وتنب موز بحلول روح لا في الحشا والجوفي غصن العوساج وموت وبالنور رامو يرهاج من فوق جبل فما أحسن وأبهاج زلأم مشهور شائس في كل العالم بوصو في فيزيقية ما بالمرمار سم كل علماء كنزا جوهر سر منكتما انصر كيم جهار بالجسد به المي في كرسي عالي فوق الرب مقيم رأى دانيال
فوق الشاروبيم ولم شافوا قال لك كل تعظيم يا عبد مجدك موصوفي يا لوحا مكتوب واسما ما أشرق شمس منك في الظل وفي أحشاك حل رحل الكلمة بعد إن كان بوجه مصروفي مالها من نور وطعم روحاني خلصنا بسرور من بطن إنساني يا بطل الشرور وكيد الشيطاني وأعطانا جسد ودم الموصوفي يا نجمة قدومي وقت الصبح يا هيكل طاهر الحلو لللاهوت منك فر ظاهر اسم بالناس وهو قاهر واحد نسالوس تسبح كل الرب والقول فيه يا وعات الأسرى من ده ففي والماء مختار في وسط مخفارجة دم للضهر بعد كان من في حق هي أغويت وبي قد عوفي سلامي إلى العذراء البتولذين إلى أبر أم إله القدس يسوع عليم إلى أسرار وسلامي إلى العذراء في سر ولك من يمدح شطراتي في ألوفي وسلامي سلامي إلى العذراء البتولذين إلى أبر أم إله القدس يسوع عليم إلى أسرار وسلامي إلى العذراء في سر ولقى من يمدحها شطرات تشفع في ألوفي وسلامي إلى سلامي إلى العطر البتولذين إلى أبر أم إله القدس يسوع عليم إلى أسرار وسلام للعذراء في سر ولك من يمدحها شطرات تشفع دعي
بيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور التي طلعت وأظهرت من أصل رؤى إلى باو الأنبياء مثل عصا هارون الكاهن أزهرت وأوساقت زهرا لأنك ولدت الكلمة بغير زرع عيبة وبتوليتك بغير فساد هيهات نماجدك كوالدة الإله اسألي ابنك ليغفر لنا أنا أمدح في البتول وأشرح هواجول أتي أصل أصول يا جوا ونبيك ينمتنا وخلاص جنسنا قد بال منا ونحن بك فرحون فباني حبك كفر الركان موسى حك يا مريم عجب من عجب ولجنة فالضاوي بتدوي لما تحيف الباتوز واللي يمدح على طول على طول يا جب فيا مريم يا شريط هارون وجاكي غبريا قلب بشاء واخوة قال وجبل ما قال سر نؤون حاوي ثمرة رب القدر وصرت سن مقمرة يا ابن فيو فباني حبك كفر الركان موسى حكي يا مريم عجب من عجب ولجنة فضى وبتدوي صلبا مدحي في باتول واللي يمدح على طول على طول قلبه انشرح يا جب فيا مريم يا شريط هارون ذكر داود عنك ان الملك فحسنك وتجسد منك رب العرش مكنون ضرب وصمه
من أحب عرش وقوف وطوافف وشهد متصل حبك موسى هاكي يا مريم ولجن فقد وبتدوي صلبا ذهب لما تحيب باتول واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرح يا جبة يا شرية هارون وموسى الكليم اسم سفر التكوين القائم قال رأك يعقوب عظيم كسلم بالباء مقرون شهدا روح انك شفعت نفوس يا بك فعرو كما تنبأ النبيون حبك يا فقر الرماد موسى هاكي يا مريم عجب من عجب ولجنك فضى وبتدوي صلبا ذهب وجمد مدحي في باتول واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرح يا جبة يا مريم يا شريط هارون ونورك قد أشرى أقوى في الظلم أبرأك وغصنك قد أورى فجنس مار المسيحي انت بك يا سلام حيرت العلماء طوباك يا فما حيرت العلماء طوباك يا سماء لفلسفة حكماء مؤون ظهر منك الإله المتعالي في سماء وملا لمن ثدييك كما يفعل المخلوق فبني حبك
روحك يا مريم والجنة فتضاوي بتدوي ده مدحي في طول قلبي طرح واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرح يا جبه غلت فيك المدة أحيا بهجت الأرض ده اللي يمدحك دايما يكون في نجاة أحويقوله صحيح ونفس تبع ربي وهو قصدي وما بي يسوع حسبي حتى بيك من الفائي أكون قديم أزلي دائم لمحو المآسيم واستيقظ كالنائم وبذا تلاميذ يكرزون ذو الكرز في الأخطار أولئك الرسل الأحبار وينادوا بالاستبشار سبان حبك يا طائر الركاب موسى أكي يا مريم عجب من عجب والجنة فتضاوي بتضوي بالصلبان ده هدوي ده مدحي في طول واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرح يا جبه يا مريم يا شريط هارون لك كل تعظيم يا ابن قيم حملت السر عظيم ووضعت يا قرة العيون ده موسى دنيا ضرى فيك الأمثال ونطق بصحيح الأقو في حبلك يا نفسي ثاباني حبك يا طائر الركاب موسى أكي يا مريم عجب من عجب والجنة فتضاوي بتدوي والصلبان دهبوي تمدحي في طول واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرح يا جبه يا شريط هارون وسجدوا للمولود سجدوا للرب المعبود وسجدوا للمولود سجدوا وهيرودس خي مجهود وجن مدهش
تكون لا تهمل في كل حين ولدك الخطر المساكين لا تهمل في كل حين ولدك الخطر المساكين لا تهمل في كل حين ولدك الخطر المساكين شفعتك الآن وكل آن ويوم أرجو أنا والمؤمن يا سيدة الأبطال يا من لك الشرف والفخار اسعي فينا بالنجدة وانتصار على من بنا ينكرون نسأل منك الغفران وهو مع إيمان وحصول شعبك على سبان حبك فخر الرسال موسى أكي يا مريم عجب من عجب ولجنة قد ضاوي بتضوي الصلفة مدهب وزمانة مدحي في البتول واللي يمدح على طول على طول هلدوه انشارا يا جبة موسى يا مريم يا شرية هارون وفي الختام لك منا أحلى سلام وفي الختام أملك منا أحلى سلام وفحو منا أنبل نصهر ونثبه يا أمنا العظيم يا أولادي يا أمي حضرا يا أمي حضرة إحنا أولادك اشفى فينا يا حضرة اشفى إسماعيل سبب حبك كفاطر الرسال موسى أكي يا مريم ولجنة فخاوي بتدوي الصلبة انتهت وده مدحي ده مدحي في طول ده قلبي فرح واللي يمدح على طول قلبه ينشرح يا جبة موسى يا مريم يا شرية تفضل ارتاح. تفضلوا ارتاحوا يا حبايب تفضلوا ارتاحوا اقعد يا حبيبي اقعد يا ابني اقعدوا يا حبيبي اقعد يا كشاف اقعدوا على الارض يا حبايب اقعدوا
للدنيا حر خالص، حر خالص، ولا انا اللي حران؟ ها؟ طب ايه الحكايه دي؟ ده انتوا هنا في الامارات يعني. اقعدوا يا كشاف، اقعدوا يا كشاف، اقعدوا اقعدوا. بشوف لنا مروحه، الله يخليك يا ابونا يوحنا. يعني يعني بعد ال يعني اصل الا النفس. اولا كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام بخير وبركه. ثانيا انا ببقى فرحان جدا لما اجي اخد يعني معاكم بركه ليله التسبيح هذه. وطبعا اصله ابونا يوحنا احنا نعرف بعض من يجي 35 سنة بس، مش كده ولا اكتر؟ لا هم 35 يعني. وطبعا يا بختكم بابونا يوحنا بصراحة، يعني بصراحة كل شوية يزداد حلاوة. النهاردة لما نزلت كده قلت له مالك كده عمال تزداد حلاوة كده، وكل للأمر بابونا في لوباتير كده، يعني هما الاثنين كده سمن على عسل وعسل على سمن. بس مين اللي سمن ومين اللي عسل؟ ها؟ ليه هو السمن قليل؟ لا السمن مش قليل. واحنا معانا ابونا يوسف من اسيوط، والاستاذ انتصار من كنيسه العذراء الزيتون. دايما ابونا يوحنا يدعينا مع بعض كده، عشان ايام زمان بقى في من 30 سنه في الزيتون يعني. المهم اما بعد كل سنه وانتم طيبين. واحنا اتفقنا المروحه دلوقتي ولا بعدين؟ طيب عشان النفس بس يعني. طب هم مش هنجيب لهم مروح ولا يعني؟ طيب ماشي. بصوا حبايب يا كشافه اقعد. أنا هتكلم يا أحبائي 10 دقايق أو ربع ساعة بس، بس في موضوع مهم ركزوا معايا فيه، لأن اللي يسرح مش هي يعني. أنا دايما أقول على شهر كياك شهر الكنوز، واتكلمت قبل كده عن 12 كنز من كنوز التسبيح. اللي هتكلم عليه النهاردة اسمه كنز حراسة التسبيح، حراسة التسبيح. في سفر أشعياء النبي إصحاح 62 آية 6 و7 خلي بالكم بيقول إيه. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. تاني اتفقنا هنركز، وهي كلها بالكتير مش هنعدي ربع ساعة. اتفقنا هنركز، هقولها تاني وهسأل كده ايه الكلام ده معناه ايه. بس انا في مصر بدي 100 جنيه 200 جنيه، فانا هنا معيش برضو غير يعني يمكن شوية يعني ميات كده، بس ما تلاقيش حاجة دي. 100 جنيه بتاعت مصر تعمل ايه في الدرهم الاماراتي؟ انما برضو اللي يعني هياخد 100 جنيه من مصر بركة. هقول تاني الآيات وصحصحوا معايا. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا، يلي بتسبحوا ما تسكتوش، ما تسكتوش ولا تدعوه يسكت،
حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. الآية الأولانية: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. مين اللي بيتكلم؟ مين بيتكلم؟ أشعياء؟ يعني مين بيتكلم؟ أطلع 100 جنيه. طالما ما حدش قال يبقى نخليها 200 جنيه. اللي يعرف يرفع ايده وهنقول له وهنقشك اهو. انت مين اتكلم؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ طب اوقف كده واتكلمين. هتتكسفي دي ماريا. ها احسن ناس. مين اللي بيتكلم؟ ربنا. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. طب بيقول لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام، يعني إيه؟ هم مين؟ ملايك. طب تعالي خد 200 جنيه. استنى شو اللي جاي. ما لسه الصعب جاي. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. تخيلوا بقى إن كنيستكم الحلوة هنا، ما دي زي أورشليم. إن حد فيكم ربنا فتح عينين قلبه وشاف ملائكة على أسوار الكنيسة هنا، والملائكة لا يسكتون كل النهار وكل الليل، ولم يكتفي الوحي الإلهي أن يقول كل النهار وكل الليل فراح قال على الدوام. طب ما كل النهار وكل الليل ما خلاص، إنما شيء من التأكيد. ملائكة بتسبح طول النهار وطول الليل على سور الكنيسة. هي بتسبح ولا بتحرس؟ ها؟ طب الآية بتقول إيه؟ ها؟ حراسا ومسبحين لأنه لا يسكتون. كلمة لا يسكتون يعني بيسبح، وحراسا يعني بيحرس. ودي اللي بنسميها حراسة التسبيح. قولوا معايا: على أسوارك. لا عايز أسمع. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. طبعا دي تدينا فكرة ازاي ان احنا غاليين قوي، غاليين قوي، غاليين قوي، ان ربنا يقيم على الكنيسة اللي هو احنا حراسا لا يسكتون طول النهار وطول الليل على الدوام. ازاي ان احنا غاليين للغاية؟ النقطة التانية، يبقى النقطة الأولانية في الآية دي ازاي ان احنا غاليين. النقطة التانية: كم عدد الجيش ده؟
هي على كنيسة الشرقة هنا بس ولا عندنا في أسيوط وفي القاهرة وفي أمريكا؟ لا، على الكنائس. بس لسه بقى احنا الآية توضح في الآخر. قولوا معايا تاني: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. أول حاجة إزاي إن إحنا غاليين قوي، تاني حاجة كم عدد الجيش ده، تالت حاجة معهوش سلاح، الملائكة دول معهمش سلاح، سلاحهم هو التسبيح. يعني زمان أيام حزقية وسنحريب جه ملاك الله وقتل بسيفه، قتل بسيف، إنما دول ما همش سلاح. فدي اللي بنسميها حراسة التسبيح. طيب الجزء الثاني بقى بتاع الآية: يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. مين اللي بيتكلم؟ اللي يعرف يرفع ايده عشان ياخد 200 جنيه يا هو ما ياخدهاش. ثواني بس، في الاول قولوا معايا الايه الاولانيه: على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. دي آية رقم 6. الآية رقم 7: يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. مين اللي بيتكلم؟ نعم، استنوا، سوري، لا سوري، لا يعني معلش، يعني 300 جنيه 300 جنيه. هلا رفع ايديها ورا. ها؟ مين؟ لا، ارفع ايدك اقول لك اتفضل. اتفضل. لا، نعم. طب ليه؟ اقف كده وقولي كلميني كده. انت منين؟ احسن ناس برضو. بصي، هو تعالي خدي 300 جنيه. هي بتقول اشعياء، فعلا اشعياء، هي دي رؤية، رؤية وحديث بين ربنا وبين أشعياء النبي. هو الوحي، هو أشعياء النبي بيكتب، بس في الأول أشعياء شاف ملائكة كتير جدا بيسبحوا طول النهار وطول الليل على الدوام على أسوار أورشليم. شايف المنظر ده، وسمع ربنا بيقول: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. فيبقى أشعياء شاف المنظر ده وسمع ربنا بيقول: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. فأشعياء النبي قلبه اتحرك، قلبه اتحرك، وبص جوه الكنيسة لقي ناس بتسبح،
ليه ناس بتسبح؟ لان الكنيسه اللي ما فيهاش تسبيح مش هيبقى فيها ملائكه بر. اربطوا بقى الايتين. على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب يا جوه اللي بتسبحه جوه، لا تسكتوا. عشان كده انا كاتب هنا ايه، كلما كانت الكنيسه ملتهبه بالتسبيح الدائم، كلما كانت محروسه بالتسبيح، كلما كانت الكنيسه ملتهبه بالتسبيح الدائم، لا تسكتوا لا تسكتوا لا تسكتوا لا تسكتوا يا ذاكر الرب. كل ما كانت الكنيسه مليانه بالتسبيح الذين لا يسكتون، التسبيح الدائم، كل ما كانت محروسه بره بجيش التسبيح الذي لا يسكت. ودي عمليا بقى اللي بيتكلموا، لو سمحتم ما يتكلموش. ودي عمليا بقى، بصولي كويس بقى، بصولي في عينيا، يعني كل ما سبحت ربنا كل ما كنت محروسين، كل ما سبحت ربنا كل ما كنت محروسين، كل ما كنت من اللي قال الأشعياء قال لهم لا تسكتوا يا ذاكر الرب أيها المسبحين، لا تسكتوا لا تسكتوا. ففي الأول أشعياء شاف المنظر ده، شاف الملائكة حوالين أورشليم عمالين يسبحوا، بعدين سمع ربنا بيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون عن التسبيح طول النهار وطول الليل على الدوام. فأشعياء النبي لما شاف المنظر ده وسمع صوت ربنا قلبه اتحرك، فراح وجه كلامه للناس اللي جوه الكنيسة، يا ذاكر الرب لا تسكتوا، يا ذاكر الرب لا تسكتوا، لا تكفوا عن التسبيح. عشان كده في شهر كياك مفروض نسبح كتير قوي، وغير كياك طبعا التسبيح مش بس تسبيحة كياك، ترنيم ده تسبيح. يعني لما وانتي بتطبخي في البيت، لما مثلا طول الوقت وانتي بتطبخي مثلا ساعتين، انتي بترنمي من قلبك مش مولع ريكوردر، هو شغال وانت شغالة، هو في حتة وانت في حتة. لا، لو مثلا لو وانت بتطبخي ولحتي ترانيم وصليتي وسبحتي ربنا بجد وانت بتشتغلي، او تسبيح مش بس تسبيحة كياك، مش بس التسبيحة في الكنيسة. يا ذاكر الرب لا تسكتوا، ما تسكتوش. كمالة الآية ولا تدعوه يسكت. أني ولا تدعوه يسكت، دي 400 جنيه دي بقى. نعم، أقفي بس وقولي لي يعني لا تدعوه يسكت. لا سوري يعني. نعم، مين تاني يقول؟ قول يا بابا. سلام ونعم.
طب يعني يعني كل الاجتهادات دي جميلة، هي أصل دي صعبة شوية، فأنا هقول هنا اللبسة أحمر. يعني اجتهادات، نعم. هي حكاية تطفئ الروح دي اتنين قالوها، نعم. طب بص خلاص معلش انا هاخد انا ال 400 جنيه دي بقى خلاص ارجع بيها مصر. نعم ها معلش هي اصل خلاص ما هي اصل هي صعبه شويه خلاص خلاص طب خلاص خلاص طب هي اكملت الايه ايه؟ لا دعوه يسكت واللي بعديها ايه؟ حتى يثبت. طب خلاص بصوا بقى معلش خلاص 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 ركزوا معايا بقى خلاص انا بفنش ايه ما تفنش دي طلع ها فنش ليه كده ربنا يثبتكم 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 يثبتكم. طيب شوفوا بقى يا حبايب ركزوا معايا على الآية دي عبارة عن رؤية جميلة رآها أشعياء وسمع صوت من ربنا وتفاعل وقال الآية الثانية. فالآية الأولانية شاف جيش من الملائكة حوالين أسوار أورشليم والجيش ده جيش بيسبح لا يسكت لا يسكت عن التسبيح نهارا وليلا على الدوام على الدوام. فقال على أسوارك سمع صوت ربنا بيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون طول النهار وطول الليل على الدوام. شوية النبي لما شاف المنظر ده وسمع صوت ربنا قلبه اتحرك راح وجه كلامه للناس اللي جوه الكنيسة بيقول لهم يا ذاكر الرب لا تسكتوا إن كانت الملائكة اللي على الأسوار بره ما بتسكتش وبتسبح على الدوام ما بالكم أنتوا. يا ذاكر الرب لا تسكتوا إنما ربعوا رب ربعوا مع الناس اللي بره ربعوا مع الناس اللي بره فالإلهنا يلذ التسبيح لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. ربنا يا أحبائي خلي بالكم بيتفاعل بيتفاعل مع تسبيحنا بحسب درجة ومستوى وعمق التسبيح. ربنا بيتفاعل مع التسبيح بحسب درجة وعمق ومستوى التسبيح. يعني في واحد فيكم بيسبح بكل كيانه واحد فيكم واقف سرحان اللي بيسبح بكل كيانه ده ربنا بيتفاعل معاه ولا تدعوه يسكت بيتفاعل معاه زي ما قال داود النبي ويلذ له نشيدي في مزمور 147. يعني ربنا بيستلذ بالنشيد بتاعنا. مرة داود النبي قال ولإلهنا يلذ التسبيح
يعني احنا نستلذ، ومرة تانية قال ويلذ له نشيدي. فربنا بيتفاعل، فبيقول لا تدعوه يسكت، لا تدعوه يسكت حتى. انا هنا حتى عاملها جوه مربع، لانه حتى يثبت اورشليم، حتى يثبت الاغصان بتاعتنا، حتى يجعلنا اغصانا ثابته في الكرمة الحقيقية، يثبت ويجعل اورشليم تسبيحه في الارض. مره واحد من ولادنا عايش في النمسا، فجارته واحدة نمساوية، كان أيام كياك، فهم أصحاب، فخبطت كانت عايزة حاجة، وهو كان فاتح التلفزيون، وكان الزيتون، كان يوم أربع في الزيتون، فقعدت، هي مش فاهم حاجة، هي مش فاهم حاجة، ما نمساوية وست كبيرة. قالت له ممكن اقعد؟ لا اقعدي، كانت الساعه 11 بالليل، هي كانت طيب طلب تنها قاعده مش عايزه تمشي. فقالت له ايه اللي انا شايفاه ده، انا مش فاهمه بس حاسه، خلي بالكم دي الست النمساويه قالت، بس انا حاسه ان دي السماء على الارض، ان دي السماء على الارض. لما شافت الجموع وهي بتسبح، الجموع الكبيرة بتسبح، فقالت لهم دي السماء على الأرض، أنا مش فاهم حاجة بس دي السماء على الأرض. هي دي بقى إن ربنا يجعل أورشليم تسبيحة في الأرض، يجعل الكنيسة تسبيحة في الأرض. وكلمة يجعل الكنيسة تسبيحة في الأرض بمعنى الملكوت على الأرض، السماء على الأرض. أليس هذا قصد الله في الكنيسة؟ إن الكنيسة تبقى تسبحة. إذن يا أحبائي، بركة كبيرة جدا اسمها حراسة التسبيح. لما تكون الكنيسة فيها ناس بيسبحوا كتير ولا يسكتوا، تلاقي الكنيسة محاطة بجيش التسبيح وبيربعوا على بعض. أنا أتخيل أشعياء النبي واقف دلوقتي، واقف وبيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون طول النهار وطول الليل على الدوام. وبعدين بصلنا احنا، احنا دلوقتي في الشارقة، وقال لنا يا ذاكر الرب لا تسكتوا، يا ذاكر الرب لا تسكتوا، يا اللي بتسبحوا ما تبطلوش تسبيح ولا تدعوه يسكت، لان ربنا بيتفاعل معاكم جدا. لما انتوا عمالين تسبحوا ربنا بيتفاعل معاكم وبيزود الجيش اللي بره. لا تدعوه يسكت حتى يثبت أغصاننا، حتى يجعل أورشليم، حتى يجعل الكنيسة تسبيحة في الأرض. أعتقد أن الآيتين كده وضحوا قوي. فاكر أيام كورونا كنا بنصلي في الدير، مدير الأمن يقول لي ايه يا عم الناس دي، اقول له ما تخافش، هو كان حبيبي قوي، قال لي انا بص انا هصهين بس انا. المهم بعد شهر كاك في يناير 21 كانت كورونا في اسيوط اقل من سوهاج والمنيا، قال من سوهاج والمنيا نفس السنة دي. أنا بقول بقى دي حراسة التسبيح. نفس السنة واحدة
من بناتنا يعني بتشتغل مع مدير او مدير الصحه عندنا اسمها كذا، فكانت بتيجي تحضر السهرات، سهره تتناول الساعه 4:30 تمشي بسرعه تنام وتروح شغلها الساعه 9. فهي بتشتغل في مكتب المدير، فالمدير قال لي ايه يا نحسانه؟ لا مالك يا فلانه، انت نحسانه ليه كده؟ اطلس انا بحضر تسبيحة كياك. لا ايه كياك ده؟ قالت له دي تسبيحة. فقال لها ايه؟ طب كم واحد بيحضر في الكنيسة؟ بيجرجرها وهي طيبة قوي مع انها دكتورة يعني. قالت له يجي 1000. قالت لها 1000؟ قالت له فين؟ في الملاك. قال طيب وبتصلوا يوم ايه وايه؟ فقالت له بنصلي يوم الاثنين في الملاك ويوم الثلاث في ماري جرجس. قالت له كل حاجه. فراح لاحد القاده الامنيين قال له والله وبعدين انبا يؤنس بيعمل كذا 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 وهو راجل حبيبنا بس كده اصوته تضرب فكرونا يعني. فقال له يا دكتور فلان ما في العذراء اللي فاتت قلت اصوته تضرب ما ضربتش، لما تيجي تضرب قول لي وانا خليه يقف. ما ضربتش. حراسه التسبيح، انا بس القصه دي مقصره معايا، انما انا مش يعني انما عايز اقول لكم انه كنز من كنوز التسبيح هو حراسه التسبيح، وكل ما نسبح ربنا كل ما ربنا هيحرسنا، وكل ما نسبح ربنا ولا نسكت ربنا سوف لا يسكت حتى يثبت أغصاننا ويجعلنا تسبيحة في الأرض. قول ورايا بقى الآيتين بتوعنا بس بصوت عالي خالص. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. أشعياء النبي لما شاف المنظر ده وسمع صوت ربنا راح موجه حديثه للناس اللي جوه الكنيسة وقال لهم يا ذاكر الرب، عايز أسمع يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، لأن ربنا بيتجاوب معاكم ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. ربنا يحرسكم ويثبتكم ويبعد عنكم خالص التفنيش والكلام ده يعني، ويثبتكم خالص 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 ويفرح قلبكم وتعيشوا بوصايا الله. يعني أنا مش عايز أقول في غربة، أنتوا في بلدكم يعني برضو تعيشوا بوصايا الله ولا تكفوا عن التسبيح. والتسبيح ليس فقط في ليالي كياك، لا، أنت الترنيم تسبيح، وطبعا التسبيح في الكنيسة دي حاجة تاني، والتسبيح في الكنيسة ليه يعني ليه هذه العظمة الرؤية اللي شافها أشعياء النبي. كثيرا كثيرا ما تخيلت أشعياء النبي واقف على سور الكنائس اللي بتسبح، الكنائس اللي بتسبح، الكنائس اللي بتسبح، ويقول اللي قاله ربنا على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب اللي جوه الكنيسة لا تسكتوا، لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد آمين.